مرحبا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي جي معادنا مع الفقرة الاقتصادية اللي هنتناول فيها أهم الأخبار الاقتصادية اللي حدثت على مدار الأسبوع، وهنتعرف فيها على أبرز الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لرفع معدلات التنمية وتحفيز الاستثمار في مصر، وهنستعرض سواء التقارير الدورية اللي بتصدر من مؤسسات اقتصادية أجنبية عن مصر والاقتصاد المصري، ده غير طبعا حركة الاقتصاد والتجارة في العالم أجمع. هنحاول في فقرتنا النهاردة نقدم لحضراتكم وجبة اقتصادية موجزة تلخص لحضراتكم حركة سوق المال والأعمال في العالم كله إن شاء الله. إلى تفاصيل أول أخبارنا. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية الذي وافق عليه مجلس النواب يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم، بما يسهم في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على النحو الذي يساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة. أوضح الوزير أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا، حيث يشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة وضريبة الدمغة والضريبة العقارية ورسوم التنمية والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة. وأشار إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة تصل إلى 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصى 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال 60 يوما التالية، و50% إذا تم السداد خلال 60 يوما التالية. عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس. واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري كميات المياه المخصصة للتوسعات المستقبلية والخطة التفصيلية للتوسع في محطات التحلية بالمحافظات الساحلية ضمن خطة تنمية الموارد المائية في إطار الاستراتيجية القومية للمياه 2037 بجانب مناقشة محور المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي على فرع رشيد، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف المعالج في الزراعات الشجرية، مؤكدا التعاون في تحسين نوعية المياه على كل المجاري المائية. أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة في الدولة من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة مياه واستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك من أجل مواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية المستمرة. أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن حجم صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 12 مليار و300 مليون دولار. وحول أهم المجموعات الدولية للصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020، أشار التقرير الشهري الصادر عن الهيئة إلى أن مجموعة دول جامعة الدول العربية احتلت المرتبة الأولى بقيمة بلغت 4 مليارات و570 مليون دولار، تلاها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات و332 مليون دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة مليار و980 مليون دولار، ويليها مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و740 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 697 مليون دولار. وأظهر التقرير زيادة في حجم صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 16 مليون دولار بنسبة تصل إلى 1% لتبلغ 2.21 مليار دولار مقابل 2.5% مليار دولار خلال يونيو 2019. قالت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أن إجمالي العملاء المستفيدين من صناعة التمويل متناهي الصغر تجاوز 4 ملايين عميل في 31 من مارس 2020، ووصل إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر إلى ما يجاوز 40 مليار جنيه في نهاية مارس 2020، حيث وصل عدد عملاء القطاع غير المصرفي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاصة
خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 3,200,000 عميل بنهاية الربع الأول من 2020 بمعدل نمو بلغ 12.12% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2019، كما قفزت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 17.8 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 41.2% عن نفس الفترة من 2019، مشيرة إلى أن دور القطاع غير المصرفي يتنامى بشكل كبير في الوصول لفئات العملاء الأقل دخلا. وأشار ذو الفقار إلى الدور الحيوي الذي لعبه الجهاز المصرفي في تنمية صناعة تمويل متناهي الصغر، إذ وصلت أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك بشكل مباشر إلى 22.6 مليار جنيه لنحو 828,000 مستفيد في نهاية الربع الأول من 2020. وترجع الزيادة الكبيرة التي تتجاوز الضعف في حجم محفظة البنوك وعدد العملاء مقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2019 إلى إدراج نتائج ممارسة جميع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري لنشاط التمويل متناهي الصغر المباشر والمخصص لأغراض نقد صوتية إنتاجية أو خدمية أو تجارية. استقبل اللواء أحمد زكي عبدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية معين عبد الملك رئيس وزراء جمهورية اليمن والوفد المرافق له. وفي مستهل زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، استمع رئيس الوزراء اليمني لشرح مفصل عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والهدف منه وما يحققه من نقلة نوعية لحياة المواطن المصري، كما اطلع على نسبة ما تم إنجازه حتى الآن مع توضيح لكافة المشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية كالحي الحكومي والدبلوماسي والأحياء السكنية المختلفة والمشاريع ذات الطابع التجاري والإداري والمدينة الثقافية والمدينة الرياضية ومنطقة النهر الأخضر. وأشار رئيس مجلس الوزراء اليمني إلى توافر الإرادة السياسية للقيام بمشاريع عملاقة كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأن مثل هذا المشروع هو نتاج لاستقرار سياسي واقتصادي وأمني. وبعد لقائه باللواء أحمد زكي عبدين، تفقد رئيس الوزراء اليمني موقع العاصمة الإدارية، حيث تم زيارة منطقة الأعمال المركزية وما تحويه من أبراج بما فيهم أطول برج في أفريقيا، البرج الأيقوني، ثم زيارة الحي الحكومي ومبنى البرلمان الجديد، كما تم زيارة الحي السكني الثالث. اختتمت فعاليات الزيارة بمسجد الفتاح العليم، وأشاد معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني بما شاهده من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وما تم فيه من إنجازات، متمنيا التوفيق ومزيدا من التعاون في كافة المجالات. ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا ضخ من 65 إلى 70 طن لحوم يوميا مقارنة بنحو من 45 إلى 50 طن يوميا في المتوسط بالمنافذ التابعة للشركة القابضة وفروع مشروع جمعياتي، بالإضافة إلى 100 طن دواجن، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. قال رئيس الشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية محمود السعداني إنه سيتم طرح كيلو الضاني البلدي الحي بسعر 68 جنيها قائم، وسيتم التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في طرح سعر كيلو اللحوم البلدي بسعر 100 جنيه. وأوضح أنه سيتم طرح كيلو اللحوم السوداني الطازج والتي يتم ذبحها بمجزر بمنطقة توشكا بسعر 85 جنيها، وبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية 65 جنيها، وبلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة نحو 37 جنيها. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2,111,000,000 دولار، منها 290,000,000 دولار صادرات مصرية و 1,821,000,000 دولار واردات، مشيرة إلى أن أهم الصادرات هي مواد البناء والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية،
وتشمل أهم الواردات السلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الطبية. وقالت جامع إن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات كبيرة على الصعيدين التجاري والصناعي، مشيرة إلى أن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد القومي، خاصة فيما تمتلك ألمانيا من خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في مجال الصناعة. تسلم 12 فندقا سياحيا في محافظة جنوب سيناء شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والأثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائهم كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية. وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن لجان الفحص مستمرة في معاينة جميع الفنادق التي تقدمت بطلب للحصول على شهادة السلامة الصحية لمزاولة العمل وفقا للضوابط والاشتراطات التي تتبع لمجابهة فيروس كورونا. كشف عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة باتحاد الغرف التجارية عن أنه سيتم تطبيق منظومة جديدة للخبز المدعم خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن شعبة المخابز اجتمعت خلال الأسبوع الماضي مع وزير التموين علي المصلحي لمناقشة تفاصيل المنظومة الجديدة والاستقرار على المنظومة التي تأتي في صالح المواطن والدولة المصرية، خاصة أن جميع أصحاب المخابز تعمل في هذا الاتجاه بجانب الحكومة ممثلة في وزارة التموين. وقال حماد إن وزير التموين أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحديد أسعار عادلة لشوال الدقيق ورغيف الخبز ضمن منظومة الدعم الجديدة، على أن تشارك شعبة المخابز بتلك اللجنة، موضحا أن المنظومة الجديدة تضمن شراء صاحب المخبز شوال الدقيق من وزارة التموين ودفع ثمنه ثم إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين أصحاب بطاقة الدعم، ويحصل على ثمن الأرغفة التي تم صرفها للمواطنين والمسجلة على ماكينات صرف الخبز من الوزارة. قالت حنان طاهر الأمين العام لاتحاد المستثمرين الأفريقي الأسيوي إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تدعم المنتج المحلي وترفع من جودته، الأمر الذي يفيد الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الإنتاج والصادرات والحد من الواردات وبالتالي توفير العملة الصعبة. طلبت طاهر الحكومة بسرعة تنفيذ المبادرة قبل نهاية شهر يوليو الحالي لتشجيع الصناعات الوطنية في كافة القطاعات الاستهلاك مثل الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصناعات الحرفية والتكنولوجية ومواد البناء والبويات، مما سيؤدي إلى رفع معدلات تشغيل الإنتاج المحلي بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من أزمة البطالة، فضلا عن تحويل عجز الموازنة إلى فائض. قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن الهيئة تتيح صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي لجميع فئات أصحاب المعاشات لمن يصرف من البنوك اعتبارا من اليوم الخميس. وأضاف أن الهيئة قسمت أصحاب المعاشات الذين يصرفون عن طريق منافذ الهيئة والبريد إلى 3 شرائح، لافتا إلى إتاحة كل المنافذ أمام الشريحة الأولى اليوم الخميس، ولفت إلى الصرف لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه من المنافذ يومي الخميس والسبت، قائلا إن الهيئة القومية للبريد ستفتح 1500 مكتب بريد يوم السبت المقبل بجانب منافذ الهيئة. سجل سعر الذهب ارتفاعا للمرة الثالثة بقيمة 2 جنيه ليصبح إجمالي ارتفاع سعر الذهب طوال تعاملات اليوم 10 جنيهات، مع ارتفاع سعر أوقية الذهب لأعلى مستوى لها منذ عام 2011. سجل عيار 18.701.25 جنيه، كما سجل عيار 21.818 جنيه للجرام، وسجل عيار 24.934.75 جنيه
40 قرشا للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب 6544 جنيها، وسجلت أوقية الذهب 1841 دولار. وعالميا قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% أثناء التعاملات مسجلة ومسجلة بذلك أعلى مستوى لها في حوالي 9 سنوات، بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19. وقال محللون إن الذهب يستمد قوته من تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من تحسن معنويات السوق. قالت مصادر مسؤولة بقطاع البترول إنه سيتم الانتهاء من مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول قبل نهاية العام الجاري. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لليوم السابع إنه من المتوقع مع تشغيل مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول أن تخفض معدلات استيراد البنزين بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% من المعدلات الحالية. فضح فايق أوزوتورك المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورية التركية المعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موجها سؤالا له قائلا: أين 400 مليون ليرة تبرعات انقلاب 15 يوليو؟ وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورية التركية المعارض في فيديو بثته قناة تركيا الآن التابعة للمعارضة التركية: لقد جمعوا 338 مليون و971 ألفا و732 ليرة تبرعات من أجل شهداء ومصابي انقلاب 15 يوليو، ولو حسبنا فوائدها كما هو الحالي في فوائد الديون لأصبحت 397 مليون ليرة. وما زال مصير تبرعات الحدث الإرهابي في باشكتاش التي بلغت 52 مليون ليرة مجهولا. وتابع المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورية التركية المعارض: لا مماطلة ولا تراجع، ادفعوا التبرعات لأصحابها، لكنكم الآن بدلا من أن تدفعوا الأموال تفرقون بين أقارب الشهداء والمصابين، ففي هذه الدولة يكون أقارب الشهداء والمصابين الذين لا يسألون عن حقوقهم محبوبين، والذين يبحثون عن حقوقهم مكروهين، فها هي التفرقة. قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن احتمال حدوث تعاف اقتصادي تدريجي في النصف الثاني من 2020 تنامى بفضل اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة تحفيز ضخمة لاقتصاداتهم التي تضررت من فيروس كورونا. وقال الصحفيين إن الصفقة نبأ طيب للملايين في ألمانيا وأوروبا، مضيفا: فرصة أن نشهد تعافيا حذرا وبطيئا في النصف الثاني من العام بداية من نهاية أكتوبر والتي زادت بشكل كبير، وتوقع تعافيا مستداما في 2021 و2022، مضيفا أنه ينتظر أن تعاود جميع الدول الأوروبية النمو في عام 2021. بكده بتكون انتهت فقرتنا الاقتصادية. بشكر حضراتكم على المتابعة. دلوقتي هنطلع لفاصل قصير، ومن بعد الفاصل